بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب الخالص جميع متشبهي قناة ترحموني عبد الرحمن. وانا اخوتي من تنذكر هذه الكلمة ديال جميع متشبهي قناة ترحموني عبد الرحمن، راه كنقصد بها سواء كنتي داخل التراب الوطني ولا خارجه، كنتي دري ولا بنت مرا ولا راجل، كيف ما كنتي كنحييك من القلب الخالص. اليوم غادي نحكي لكم قصة الحقيقية ديال واحد الشخص اللي فاشي نسمعتو عليه كأنه بطل، وحش تيضرب تيدبح تيسلخ تيدير تيفعل. كانت عنده غير 3 سنين وصلت لعنده 50 عام غير السجن. اليوم بعد ما تشاورت مع بزاف ديال الناس اللي هما كبار مني في السن، فعلا صحوا لي القصة الحقيقية ديالو، انا قررت باش غادي نتقاسمها معكم، اللي هو الشخص هذا حسن الجاوي. وغادي نقول لكم في هذه القصة هذه حتى دوك الحوايج اللي ما صرحوش بهم بزاف ديال الناس غادي نقولهم لكم. علاش؟ حيت تاكدت وعرفت بان لو كان جات حسن جاو الفرصه انه يعطيو الكلمه يوصل شي ميساج للناس، الجيل اللي باقي ما بداش نقول له غير يدير بلاش، كان حتى هو غيقول لكم خوتي ما بغيتكمش تقولوا. والله العظيم شو كيفاش بدات وبقى ما سالاتش، واخا هو راه تيقول راه ساليت ولكن راه باقي ما سالاتش. السيد حاليا تيعاني السكر والضيقه ومرض القلب، جميع داك الاعضاء اللي عطينا ربي سبحانه وتعالى تدمروا ليه في الحبس تقتلوا. تيتسنى غير الموت، والله الا تيتسنى غير الموت، كنتمنوا بعدا يتعالج فقط، والموت راه علينا كاملين حق اخوتي. نبداو القصه ديال هذا الشخص هذا اللي قلت لكم دابا هو حاليا تيتسنى الموت. شوفوا كيفاش كان الناس ما تانسبيراش من راه تيدير وشي فعال وكذا. شوف الاخير اخويا العزيز، حنا ما تنتشفاوش بزاف الناس يقول عبد الرحمن علاش كطيح من هذا ولا كدير لهذا. لا اخويا انا ما تنطيح من حتى شي واحد، حنا كنا ولاد 9 شهور، انا غير كنبغي نوصل لك واحد الميساج. حيت كنشوف انا دابا تيقول لك اخطر ما تاخطر، علاش ما يكونوش دابا اخطر؟ ها هما دابا حاليا الاغلبيه ديالهم في سجن تولد جوج، علاش ما يكونوش دابا اخطر؟ ها هما دراوش، علاش كانوا شحال هادي ودابا لا؟ حيت كانوا شحال هادي هما بنفسهم ضحايا ديال بعض ديال الحراس، اما دابا الحبس راه تبدل، هما دابا تا هما غادي حويطه حويطه، ما باغينا كاين الراس ما لقاوهاش بعد ما كان عندهم الكواله. ما نطولش عليكم، نبداو في القصه. ما تانسبيروش من الخوال خاوي اخوتي. حسن الجاوي اللي هو ابن مدينه الدار البيضاء، معروف هاد الدري هذا ما تيتعدى ما تيظلم ما تيدير حتى شي حاجه اللي هي خايبه. شنو سبب واش غادي يدخل للسجن؟ هي مخدرات، تجاره في المخدرات. القصه ديالو من كتبدا هو في السجن عكاشه. في السجن عكاشه حسن محكوم بثلاثه سنوات. السبب ديالها هو انه كان تيتاجر المخدرات في الزنقه وضربوه رجال الامن قرطاس، وخا ما جاتش فيه تحسبات عليه. راكم عارفين الا خرج بفردي خرج من قرطاس راه غتحسب عليك انت اللي شيلو عليك فيها، فيك فيك. هنا غياخد 3 سنين، بعض ديال الناس تيقولوا 5 سنين. المهم هو انه راه وصل للحبس، واخا ياخد حتى شهر هو هنا وصل للحبس. ملي وصل للحبس السجن ديال عكاشه، هو ماشي اول مره غادي يدخل للسجن، كان ديجا ضارب واحد 12 سنه اللي كانت عاطيه واحد الفكره ديال انه السجن كيداير، السجن راه غابه خاصك تضرب قبل ما تضرب. خصوصا كان تيعاني من واحد المرض اللي هو الاول كان بدا مرض السكر، حنا تنعرفوا الناس اللي كيكون فيهم السكر تيبقى وصلوا لواحد المرحله الله يشافيهم، فهاد النهار هذا تيعاني والله يشافيهم اخوتي. الا عصبتي بقى تيغوت وادي راه مشكله، حيد من حداه هادي معروفه، تكون عندكم شي واحد في الدار فيه السكر دابا لك هكا غير كتحيد من حداه ما ضربك كاميو. كذلك هو داخل السجن مين كان تي طلع عليه السكر وكذا، شو كنقول لكم اش كان تيدير بسبب هاد السكر؟ غتزادو 20 عام، سبع سنين في عامين. عطيني عقلكم انا غنمشي معكم داكشي بلي ديطاي. شو هاد السيد كيفاش غادي يدمر ليه مسكين حياته. انا مين مشى السجن عكاشه، هو السجن عكاشه عنده فيه واحد التجربه، داكشي اللي كاين هو اللي غادي يديرو. مشى مشى لواحد الحي سته كارتي سته، هنا كنعتذر اخوتي مشى الحي سته. هنا في هاد الحي هذا اخوتي واللي ولا ديالو هو ديجا كان في كارتي 4 وكان دوز بزاف ديال الكارتيات نوض فيهم مشاكل. كارتي سته هو فين غادي يستقر، غادي يعجبو تما كاينه، غادي يعطيوه السيلون ديالو والسيلون اللي عاوتاني حداه بيت واحد اخر تا هو عطيو جوج بيوت اخوتي، بيت حاط فيه السلعه وبيت تينعس فيه غير هوايا. خدم معايا عقلك، ما عطينوش غير بيت واحد، الناس راه ما لاقيه فين تنعس،
وعطيهم جوج ديال العزلات، عزله يحط فيها رزقه وعزله ينعس فيها هو كيف ما بغى، عزله الاخرى معمره غير بالكواش وهادي، والمخدرات كانوا كيجيبوها ليه بعض حراس السجن ماشي الاخ ديالو. هنا الاخ ديالو غادي يتلاقى بواحد الشخص اللي هو خارج السجن، حسن الجاوي ما علم عليه حتى شي حاجه. هاد الشخص ملي يتلاقى مع الاخ ديال حسن الجاوي يقول له كتمشي عند خوك داري هادي راه مبلبلها في الحابس من هنا هادي طن. فعلا كان حسن تيبيع الحشيش لكل شي ديالو، ويقول له انت واحد الكويل ولا غير الدين، انا ما غتقلب ما والو خوك راه كدا حسن من هنا هادي ونعطيك واحد البركه. فعلا اخ ديال حسن غيقبل بهاد العرض هذا، يمشي للسجن ديال عكاشه باش انه يديه ليه. هنا في اللحظه اللي هو اخ ديال حسن غادي تسلم هاد الكيلو هذا، شافتهم واحد العين ماشي كاميرا ملي تلقى حاضر الكاميرا دايره غير بشار غتابعك فين ما مشي شي واحد عطاي مخبر مشى ديك اللحظه شد الخبيزه سخونه كيجري لعند واحد الدائره ديال الامن اللي هو خدام معاهم الله يعمر هذا، مشى لعندهم قال لهم شوفوا فلان طن 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 راه غادي دابا واحد الكيلو غيدخل السجن عكاشه وهادي اش غيديروا الامن، غادي يجبدوا التليفون غيتصلوا السجن عكاشة يقول لهم فلان بن فلان ملي يدخل عندكم دابا للزيارة يجي عندكم عطلوه بما نجيو حنا، حنا راه جايين. فعلا هما غادي يبقاو يبحثوا على ديك السمية يشوفوها ما كايناش كاع ما جاتش في الزيارة، يقولوا ولاد راه عطيه خاوي على خرج يقول لهم لا كاين فلان وكدا. هنا اش غيديروا دوك الناس اللي هما تيجيو يزورو يحطو حداهم برقاب في الزنقة تا غيشوف فلان يقول لهم هو هذا هو هذاك وخليه خو فلان خليه اخوتي غادي يدخل حتى لداخل ديال الزياره غادي تكمشوا معاه، رغم انه ما كان جيب هو داك الكيلو الاخ ديالو. انا من غير تكمشوا معاه شنو غيقولوا ليه هما؟ تكمشوا معاه يشدوا الكيلو جيبوا لك نتايا اخوك هذا جاي داخل من الزياره جيبوا لك خوك، تقول بلا راه ماشي لخويا ولكن راك داخل ورقه الزياره لخوك. هنايا اخوتي حسن الجاوي غادي يسخط ما عالم على حتى شي حاجه، ما عالم على والو، الاخ ديالو هو المذنب في هادشي، هاد الكارثه الاولى اللي غتوقع اللي بسببها غتزاد 27 عام. غادي يسخط حسن عند بالو بغاو يديروا ليه القالب ولا شي لعبه ما غيفهم حتى شي حاجه، هو عنده الحشوش ديزا عنده الحشيش في العزله ديالو، هو اللي مكي هو اللي بلبلات ما مكلم حشيش. غادي يطلع نيشان العزله ديالو غيجبد واحد الخيط واحد الموس ديال الفشفاشه عرفتو كيقولوا ديال الفراشه ديال القدام رقاق، طلع عليه السكر بقى تيغوت تما كاين، طلع في واحد الدروج طالع لواحد الكروه غادي يتعرض ليه غير واحد الحارس اللي كان معروف تما كاين ولد الوقت تا هو ولد فهمتو ولد احياء شعبيه والي تا هو ماشي نقول لكم حبيبي اسم بغيت نسميه، ولا غادي يتعرض ليه لا وقف وقف. هنايا حسن الجاوي طالع عليه السكر غي الناس كتقول بغا يدير ها هو يقيس هو عطاه اخوتي جا قدامو دار ليه با ضربو جات الضربه لهنايا، شنو غادي يقول حسن الجاوي يخ موظف تضرب دبرت على الغرق صافي انا غرقت دابا ارن. غادي يطلع تيجري يمشي للعزله ديالو يطلع ولا غيهبط، المهم مشى للعزله ديالو اخوتي يشد واحد السلعه سبرديلات كواش قلت لكم عنده جوج ديال العزل وحده تيحط فيها السلاعي السلعه وكواش وهادي داكشي اللي كيبيع شي تاجر مخدرات داخل السجن، وحده راه تينعس فيها الفازه ديالو الى اخره. هنايا يشعل العافيه وما غادي يرونسيو الوكيل واحد السيد راه وصل لواحد الحاله ديال الهيجان راه شدار وشدار وشدار شي يقول لهم الوكيل فيه السكر خليو حتى يبرد عاد ديك الساعه تدخلو. فعلا السيد ما بغاش يبرد النهار كامل هو شاعل وتيغوت وشي هادي وهادي والعافيه شاعله تطح الباش العافيه طفات الدخان حتى هو ما بقاش. جا الوكيل السلام عليكم عليكم السلام الناس تسمع العافيه رش على في العزله اللي حداه اللي حط فيها حوايجو ماشي في العزله اللي كاين هو راه الدخان يقتلك. بعد ما طفات العافيه جاو عندو العزله ديالو اللي فيها هو تينعس عادي الوقت شنو كاين الواد الناس هادو بغيت يتهموا الاخ ديالي بان كيجيب لي الحشيش وانا نتوما شديتو الحشيش وهالحشيشه هي جبد الحشيش للوكيل من العزله وقال لي وانت باش تعرفهم راه هما اللي كيجيبوا لي الحشيش وهادي سد عليا انا العزله وسير قلب دابا باش تدخل تقلب وسير في حالاتك وغدا غد لي على الصباح اجي شحال بقى عندي الحشيش. ولكن نسمع هاد الهضره هادي الوهام ما كاين حتى شي مشكل خوتي المخزن اخي عباد ما يطير وكدا وهادي راه المخزن راه بحر انا شنو نهضر معاكم اخوتي
راه داك مول الجنوي وكذا هو راه مول السيرو شي سالي معاه، هذا راه طق طق شري يدير ليه عسل الجاوي الهضره الزوينه. ها هو جا قدامه وكيل قرايه باش نقول قرا ودمو يمشي. مالك يا حسن اش كاين كدا هادي؟ وراه ما غيغلبوش، راه فين ما يدير الفرفر الله يعاون البرا راه كان كي مازال ما غدق البرا. شوف واش غيوقع في الاول. مالك يا حسن كدا هادي المخدرات من هنا؟ داكشي اللي حكيت لكم بغاو يقولوا لي الاخ ديالي وهادي وراه الحشيش ورجع غدا ولقى الحشيش. وانا غنقول لك شكون كيبيع كيجيب لي الحشيش ديك الساعه فعلا. وكيل واقف راه حدا الحراس وكيسمعوا بان انا اجي عندي غدا ونقول شكون كيجيب لي الحشيش، يعني راه اي حارس ما بقى يزغزغ يقول لي هذا غيتيلي فيا انا غدا انا غدا. كلشي غيبقى تحت الطلب ديالو، عيط على واحد الحارس ونقول له انت غتجيب لي غدا غدا وغدا. فعلا داكشي اللي جاب لي خايف الا ما جابهاش لي غدا يقول لهم هذا هو اللي تيجيب لي. شغي يمشي عندهم داك الحارس ديال المرا قال لي جيب لي، يقول له انت ما قلتي لنا قول راه اش قال لي جيب لي. ها قال لنا راه غادي نقول لكم شكون تيجيب لي انا اخوتي. راه حتى بعض ديال الحراس انا حضرت ليهم رئيس المعقل كاع تقول بلي الحشيش في الطوالات مفرنه اف كان كاع عند اي مفرنه افران بل اي بحال يبيع قال لي ديالك ماشي ديالي واش هادو فيه الدراري. المهم لقيت هذاك خلص على حاجه واحده اخرى كان تيظلم هذاك السيد هذاك رئيس المعقل. هنايا بالصباح فين يجي الوكيل ويقول له ها هي هنا ويقول له هذا هذا بعدو منه خليه انا اللي غنتكلف به وكذا خلاو تما كاين وتبتو قالوا شوف انا وليدي ما انا داكشي اللي غنساعدك به غنساعدك بلي كاين الاخطاء اللي درتي غتعاقب على هاد الفوضى وهاد الشيء اللي درتي وهادي وهاد المخدرات اللي عطيتيني وهاد العافيه اللي شعلتي راه المحكمه غدوز هكذا. قالوا اه هات انا قابل داكشي اللي درت غنتحاسب عليه. فعلا العافيه غتزادو على 20 عام هي 23 عام ياك. هذيك البلبله اللي داروا الموظف راه ما تابعوش بديك البلبله اللي داروا المخدرات زادتو على خوتي 7 سنين هي 30 عام باقي غيتزاد. عطوني عقلكم هنا خلاو في داك السجن هو تيشوفو ضرب هاد الحارس داير فعال الترك ما يقدر عليه حتى شي واحد من غير اللي خلقو كيدق البرا كدا هادي ولكن باقي شاد شويه ماشي بحال دابا راه كبر راه عيا عيا خوتي واستسلم والله العظيم الله يفرج عليه. السيد راه كانو حبس تي الحديد وشي صدي بقى غير البشر. نتوما كتسمعوا غير البطولات اللي دار سمع باش غادي يرشع باش غادي يعيا باش غادي يساليو معاه راه فعلا دار هادشي هذا. سمع شنو خبوا عليكم هنا مازال ما ساليناش سمع شنو خبوا عليكم في القصه. فعلا هنا خلاه يدير ما بغى شحال اش ما بغى هو انه يبيع المخدرات وهادي ما كيهضر معاه حتى شي واحد ما كاين لا فايل يديك اللي يخليك. حتى واحد النهار الصباح بكري دخلوا عند واحد الجمهور دافا فيهم بخير هاني الله يحفظك وكاين شي فطور كذا قال لهم مرحبا مش عارفوا هو ولد الناس مرحبا فطروا كولوا ها هي شنو بغيتو هما عارفين في الطياره كلوا معاه الطعام شكوا معاه. هو مول فتي يفطر تيلبس البديله ديالو يهز الباكطاج ديالو يمشي يقوم بالواجب ديالو يدير هادي يفعل هادي من الى اخره. فعلا سال الفطور لبس البرديله مع الخجل اللي غيخرج هما سبقوه داروا ليه 7-4 مين طول قال لهم شتي هادشي قالوا ليه ما عندنا ما نديرو لك تسمى الكليناه ومي نوطرك خاصك ترون راه غادي عندك ترونسفير باش تعرف ما تيقش هما عاد كلاو معاه عاد فطرو معاه خرج دارو لي بق زيد الله يعاون ترونسفير فين المحمديه. قال لهم هدا هو ما حيقول لي الميناط هذا وانا غادي نجمع حوايج ونمشي معاكم ترونسفير. قالوا له الحسن انت ما معكش الضحك الله يرضي عليك اولدي ها انت وقف حدا حوايجك وفعلا ويعرف راسو غادي غادر على الاخر غيديرو طلع لي ديك الساعه السكر ويقولوا ليه ها انت اول اما الناس بلان طوا تيجمعوا لك حويجاتك وانت كتشوف انت غنديوك ما مريضه مع واخ ما تسطاتش ليه الناس مش داروا له القلبه دار قال كيديو هكاك طويل هو مازال داروا معاه زوين قدروا تو المحمديه دخله ديال السجن المحمديه. السجن ديال المحمديه هو واحد السجن شنو نقول لكم مترع فهمتوني حبيس صغيور في واحد بحال اللي جاتي لوحدك اللي بغيتيها تكون عندك تما كاينه اي حاجه بغيتيها تلاح ليك السيبه بالعربيه. رغم ذلك عيط عليه المدير مع اي واحد تيكون جاي ترونسفير عيط عليه المدير الا بغى كيهضر معاك هضر هكا ولا ما بغاش يهضر معاك ما يهضرش معاك وعيط عليه المدير البيرو باقي ما تقلب ما والو قال له جينا نجيو وانت دابا راه جابوك عندنا لهاد الحبس هذا وترجل معانا
الجو ما عجبنيش شكل الماء ديال الطرجل، كيفاش الطرجل مالي قلت لك انا قال ربي كذا هو اللي طنج وجبد مضى داكشي هي تما المدير علق هرب هرب اخوتي خلى البيرو عاوتاني الحر راه سامر انت خليه حتى يسالي ديك الغوات هو اللي باتي فيا يهرس ديك التلفازه اللي تما بي سي قلب البيرو بلبلها مدير غيتصل بالناس المسؤولين يقول لهم اش درت ليكم اش درت ليكم صيفط ليا هذا راه باغي يفاريها معايا اش دار واش دار هذا يا هو يا انا ما يقولوا اسمع سي فلان هذاك اللي لا هو لا انت راه هاد الحبس راه ما بلبلها فيه راه حنا صيفطنا عندك انت هذا اورد خاصك فعلا كون مقيد بهاد العمليه غيشد السيد بقى عنده في السجن هنا ما غيبقى هو يجيبو في واحد اللحظه اللي هي قريبه العيد الكبير في داك الشهر ديال العيد الكبير من ورا ديك البلبله بقى ما غتزادوش على عامين حتى البلبله غتزادو على عامين هي 32 عام غتجي ماما اسيه الله يرحمها في هذا النهار ويرحم جميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخوتي ولي عندي شي والدين حيين ان شاء الله فيهم جيت لعندو قلت له فاش دير حسنه ولدي كيبقيتي بخير هانيه وشنو تعاود حيت قلت له كيبقيتي حيت هو فيه السكر اخوتي والعيد الكبير هذا شنو بغيتي شي حولي شي مثلا شي سردي شي ولا حوليه ولا ولا لا انا راه ما بغيت لا حولي لا والو انا راه ما كرهتش شي بقره قلت له جاتك اوليدي ماما اسيه الله يرحمها كانت تكون حدا المدير رئيس المعقد ماما اسيه مشات في حالاتها لا غد لي جات البقره بقره حيه جابها المدير شاف بقره حيه صيفطاتها اسيه الوديع ويلي قال هذا قال قال بقره صيفطاتها لي انا درت شي لعبه معاه انا اللي غادي فيرو بيا قال له سير دير اللي بغيتي انا مبعد مني مبعد منك هنا طلق لي اللعب تكون المدير شاف مأزية انا جابت ليه بقرة عاد هو اللي مدير وموظف كلشي طلق لي اللعب عندك الحبس كان مدرع باش يقول لك راه ماشي بطل شوف اش بدات راه كان الانسان بطل يكون دابا بطل في تولي الجوج الناس اللي كانت كتطلق لي اللعب الناس هي كانت كتستغل فهمتوني باغي نغمض عيني كتدبر عليا كتكذب هادشي باين حتى الناس اللي كتكون باغا دير خدمتها كتشوف هو المدير بيع الماتش عاد انت غتقول لي غدير خدمتك انت غتجلس تجيب جورنال وغتبقى شان الا وعسى شي نهار تقلب الحال تجي شي مدير ولد الناس فعلا يبقى يدير ما بغا هنا من غير يدير ما بغا الناس ولا كتسمع غير الجاوي في الحبس راه ما تبيع حتى شي حشيش ما دير حتى شي لعبه الا ديال الجاوي الناس اللي ما مقيداش به ما قاداش ضربوه ما قاداش دير ليه بحال شي مسجون عادي كيبان لهم هذاك عنده 32 عام مستحيل انك تبغي دير له ولا كذا باقي في اوج العطاء ديالو هنا مسجون خايب تيكتب اداره برا فلان 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 هو ماشي دارزو معاه ما قادين يديروا ليه حتى شي حاجه ولكن تيكتبوا به المسؤولين خارج السجن اليوم غدا بعدو اليوم غدا بعدو غيديروا ليه جاو جمع حوايجك فين سنترال سنترال اخوتي سنترال الروضة ديال السجناء ماشي حبس هذاك روضة علاش حيت اي سجن كتكون بحال كتبغي تصفي الموظف والله العظيم هادي ما تحيدش ليا من بالي ولا ليا شي واحد الدري تنضحك انتوما غتسمعوا غتضحكوا علاش شي سنترال روضة حيت في الحبسات الاخرين عاديين حارس تمشي بغي يدخل كيقول لك اجي انت فين كتنعس اجي انت فين كتنعس يعني الغرفه اللي كتنعس فيها لا في سنترال تيقول لك اجي انت فين كتسكن فين كتسكن يعني راك ساكن ماشي غير كتنعس غدا نعس اليوم وغد لا فين كتسكن انت راك ساكن تما كاين هنايا الدور السونترال غادي تتعامل مع واحد المدير اجي كيداير بخير لاباس هادي ما نعس هاي عزلة ديالك هاي عزلة ديالك انا ما غندير معاك لا موالاة حتى شي حاجة كون معنا في الشكل لا حنا حنا معاك في الشكل فهمتو شنو بغيت نوصل لكم فعلا هنا ما قلبو ما حتى شي حاجة هو واقين فوتي عمر في العزله ديالو جي عند دوك البلانطوات اللي هما برقاقه حنا بلا محتاج نقلبوك ولا تعنتش عنا لا علاش قلبتوني ولا كذا شو السيه شو الناس راه مجهده بزاف ها لقات وين الجنويه هادي سير في حالاتك سير سير فطور سير اسيدي ما تفاهم ما حتى شي حاجه ولكن بقاش يقول له جاو عندهم مساجين تقول له شنو كاين شي حشيش كاين شي كذا فين كنتي كذا وادي الحبس راه مدرع وادي تا هو قال لهم ما تخافوش انا غنزيد ندرع مو راه جي واثق حيت الحبس الاخر صيفطوه قرطوبي ديالو بحشيشو بكلشي قال لهم انا جاي واثق مشاو هما عند المدير قالوا السيد راه صيفطتي راه قرطوبي بحشيشو بكلشي اش كتقولوا والمدير تيقف داك الناس
هادشي الليل 11 12 وحده، الجو هو اللي عالم، الجو اللي دخلوا عليه هو اللي عالم معاش داخلين عليه، حنا كنبقاو غير سامعين. بالليل كيسمع البروتوكولات، انا ما كنتش كنسمع البروتوكولات الحكم انك انت مسجون، كنت عارف هادو راه تفتيشيه جايين، واحد جوج واحد جوج عسكر مقفولي في العزله. شنو كاين؟ قول لهم حنا لجنا من الرباط، جينا نديرو خدمتنا. تيهضروا بحال هكا، تقول لهم دخلوا ديروا خدمتكم. مين دخلوا جبدوا الحشيش، جبدوا شي حوايج، جبدوا كدا. هنايا بديت تعنتش معاهم، نشوفوا كدا طن طن بالزربه اخوتي غادي بلبلها، ماشي ما غيبلبلها، شي شدوا يضربوا ليه بره بره، راه ماشي دك ورك صافي، كتمشي كتولي دير داكشي في حوايجك، ما تبقاش ما كتبقاش محسوب باش تبقى تترعد، لا ما وكلكش بنادم ما تاكلش عاد. زادوا له حوف واحد الكاشو عانا، راه عانا تعذب، عرفتي شنو هي اخوتي تبقى انت هي 6 شهور وتشد ديرها وكديرها في حوايجك، وهذا الشيء ما قالوش ليكم غير حكا كان شي بيه عند الرزق ديالو داو ليه، داو ليه رزقو ديك اللحظه. انت ملي كتولي هكا كيدكو لك البرا وما كتبقاش تقدر لا تاكل، كيولي اي واحد ينقز عليك، هادي دير كيط مال اخر سروال الاخر كدا. والله العظيم اخوتي هذاك الحوايج اللي كانت عنده كلشي بدا يديو ليه، يديو الكاشو، وانا ما كنت لا ما لقيتيش اللي عشقك امشيتي فيها. هنايا واحد الشخص ضربوا عليه النفس، ود المحمديه شي هو، تحياتي الناس ديال بلاد المحمديه. يدخل لعندو الكاشو، من يحل عليهم الكاشو و تيخليهم تيخرج شي بقا هكا بريحته، يشم الريحه غيدخل غيدوش ليه، حيد ليه الحوايج ينقيه، حارس غيشوفو شي دوش ليه غيمشي لعند المدير يقول له واحد السيد راه دخل عند داك داوري، عيطو ليه يقول له شوف انت باقي لقاوك عندو الله يموك كدا، عاوتاني غيدخلو الكاشو ولا غد ليه غادي يحلو على ديك الخينه غيعاود يمشي عند حسن. اي يمشيو عند المدير يقول له راه ما بغاتش يحشم والو، يقول له هادشي غدير انت دخل معاه الكاشو بقى معاه تما انت اللي غتقابلو انت اللي كدا، بغا ديك اللعبه يعاقبو باش يبقى يكون الاخر ناعس والاخر عرفت شنو جاي ناعس والاخر عاد دارها في حوايج وحداك مشكل عذاب. العكس الاخر خدم مع راجل ديك الدار ود المحمديه ولا كل نهار تيوطيه يقادو ويجيب له واحد النوع ديال الادويه اللي هو كيفصل داك الموديتيل داك البرا كيجيب ليه ارطان، بقى شي عاني حتى ولا شويه. انا من ولا شويه بحكم ان زربو عليه باش جاي باش داروا له بق تسرطاتش ليه، ما تسرطاتش ليه هو فيه وشي فيه السكر تقولي ديك المودي ديالو واخا تموت عاود راسك احدو ولا شويه اخوتي غادي يزف على المدير باق. انا ملي زف على المدير اخوتي شدو عاود ثاني طوق قتله ديال العصا، انا نقول لكم العصا اللي كيديروا للمسجون شي تي واحد كيصيفطوك مشكل داو مول البرقي، شوف هو يعطي كيدير شوف مضروب وهادي وداو مول البرقي، راه ما ظلمش المدير اللي ضرب ولا شي شخص واحد اخر، راه هما اللي ظلموه هما اللي داروا ليه هاد كي القالب ديال با طلع تاكل كرموز. انت شكون قال لك في الاول فايو ما ديروش له بحال هكا؟ انا اش نعطي الراي ديالي باش تعرف راه هما تيجبدوا بنادم ما غاديش تغلبهم، يقول لك انا كدا ودير غير لقى شي اللي يطلق لك اللعب، كاين لاباطال الله يديك الله يخليك. يدو المول البردي، مول البردي ملي غادي يديو لك السجن هذا اش غيديروا ليه؟ وحمق تساطا نتايا وقف حسن الجاوي اللي سمعتو عليه وسط وراه تيضرب ودار وبار، حيد السروال حيد السليب دور حل دير رجليك جلس، داروا له واحد التفتيش اللي انت لو كنت عندك النفس تنضرت عليا انا ولا اي شخص تشوف دامو حارس كنحييه باقي صغير هو صغر منك تيقول لك يلاه جلس نوض كدا، هادي هو قاري وانت ما قاريش باش نقول لك قرا، هو مرضاش فعلا اللي كانت عندك النفس ما غترضاش ملي تشوف دري صغير كيدير لك داكشي واخا راه داكشي راه هي خدمتو، اضطر على انه عاوتاني باق دوش تربح شبكة معاهم كيشبكة هو تيضرب صح خوتي اللي تيضرب، راه ما تيحملش الشفارة ولا كدا ولكن ماشي تدابز معاهم تيضرب، راه ما تيسرق ما تيتعدى ما والو، دائما عنده مع الحراس لا المدير ولا رئيس المعقل سبب مخدرات. انا فعلا بدا تيضرب عاوتاني شدو دقوليل مصيبه ريح الله بعد شوف خما شنو شكون تطير تديرها راه يجي يضربوا لك فوق الحوايج فوق ديك اللحظه كتبقى مشي يجي فيها شتو من تما غادي يديوه تولى لجوج تولى لجوج اللي فين كان مؤخرا ربما حتى دابا باقي في تولى لجوج تولى لجوج هادي انا بغيت غير نعرف علاش اي مسجون كيف ما كان باش كنسمع عليه تي
ياكل الحديد تي شي ياكل الحديد ولا شي ما شنو شي صنع تيمشي لا تشوله لجوج تيربي اللحيه تيولي تيصلي تيولي بخير تيبقى يدير حتى شي حاجه. علاش ما يكونوش جميع السجون بحال تشوله لجوج؟ شنو كاين في تشوله لجوج بالضبط؟ هو لحد الان مين مشى تشوله لجوج ما عمرو دار شي ضرب شي حارس ولا ضرب شي واحد ولا دار شي زبله ولا دابز مع شي واحد. لا غادي ديسيبلين. عرفتوا علاش انا غادي نجاوبكم طرحت السؤال وغنجاوبكم؟ حيت تشوله لجوج ماشي ما فيهاش البزنازه ما فيهاش جوان راس القايده ما تيدورش قرقوبي وداكشي ديال الوركمانات ولا كدا. الناس كتنقي بطاطا ما كتبقاش كتدخلش بطاطا. الناس كتنقي تفاحه تيليكارد كتمديها وكتنقاها بها فهمتيني. فرماجه كدينا بداك تيليكارد 12 الليل تطفى كلشي ماشي غير الضو. كتحس براسك راك في الحبس فهمتيني. ما كاينش هذيك ديال ندبر على دي خليني في الكروه. اش غدير في الكروه؟ كروه مكرطه باينه كلشي كاميرا حبس بعيني. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم اخوتي؟ راه ما كاين حتى شي واحد اللي هو بطل والله العظيم. راه اللي بطل ديال بصح هو اللي مهلي في والديه. انا مش نعيفش على الناس اللي دخلت الحبس ولا لا. واحد تيدير عقله فهمتوني واحد تيعيق عقل طيش فايت ولكن عندك عقل طيش عقل في المراهقه يقول بك في حياتك كامله بحال اللي وقع بزاف ديال الناس اللي منهم فلان وفلان وفلان. هادشي علاش كنقول لك اخويا العزيز اللي باقي ما بداش غير يدير بلاش راه شي حاجه ديال انايا يا البطل ولا ديال فلان ولا ديال كدا ولا هادي. لا راه يطلقوا لك اللعب ولكن شي بغاو يجرب تجرب دقه واحده غادي تضيع. غادي تضيع والله الا غتضيع بالله بحال بزاف ديال الناس. ها نتوما غير حسن الجاوي. حسن الجاوي قلت لكم عنده جوج عوز لا شو كدا وهادي هو سميتو راه عوزله وحده ومساوي بحالو بحال مول خمس شهور مول كدا بحال بحال او حتى هو تيطيح بالقلب تيجي الكرايز ازماتيك وعاد تيدوك السك عند فيه الانسولين شي وجه اللي تيتسنى غير الموت. والله الا تيتسنى غير الموت هي اللي تيتسنى. ماشي نقول لكم راه غادي الموت راه علينا حق كاملين غير باش تعرفوا الانسان كيفاش الا ما استغلتيش حياتك فشي حاجه اللي هي زوينه راه غادي تضيع اخوتي غادي تضيع. ماشي نقول لك حقا وراه اساطير هادوك ديال السجون الخنفوري وفلان وكدا. اش من اساطير اخويا؟ علاش ما يكونوش دابا اساطير؟ علاش ما يبقاش تسمعهم حتى اساطير ديما تبقى تسمعنيهم ديما راه هو راه كدا وانت راه قول اما دابا دراوش تقول الانسان راه تيقول مسكين يصلي الفجار وكيحملش بنادم من اللي تعدى وندمان على حياته غير بنادم. شنو نقول لكم؟ كتلقاه راه ما قاريش والله قرايب مش كون مربيش الانسان اللي اما تكون كابر في واحد المنطقه في واحد الباديه. ما نقصدش الباديه خايب ولا نعيب الناس ديال الباديه لا يكون كابر في شي منطقه بعيده ما واعيش وما قاريش وما فاهم مسكين بزاف ديال الحوايج اللي تكون هو واخدهم كراه قدوه كراه ما شنو شي يدير تيكون قريب للجاهليه. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ علاش تيخلي يدير بزاف ديال الحوايج؟ راه كاين الفرق ما بين ديال الناس انا كانوا معنا الشاندر هكا كانوا معنا الناس ديال الحبس على حسب المناطق. كتلقاه ولد مثلا سلا قنيطره رباط ولا كدا كيوقف عليك بجنويه تيقول طلق اللي عندك ماشي ضربك ما والو. هنا لا انا واحد المناطق تيجي عندك مالو والله ما نكذب عليك اخويا العزيز خاتم في يدك شي حيد لك هو يدك ماشي تيقول لك حيد الخاتم حيد لك يدك سبرديله حيد من بنادم رجلو. هذا ماشي شنو تقول تسمي هذا السيد هذا ماشي يقول لك انا كذا هو. علاش داشي لي بحال هكا؟ ما عجبني الخاتم تعجبك الخاتم ولا تحيد لي يد ولا تقتلوه ولا غدير ليه؟ انا باش نقول لكم الناس جاهله بزاف. واحد اخر كان معايا تيجبد بنادم من القبوره غادي نحكي لكم القصه ديالو. يجبد البشر من القبوره وغيجيبو لعندنا البيت وغينعس معانا في البيت وانت ناعس ونعس حداك واحد ما جاب حتى واحد لا جوج لا والو. ما لابس السيد هذا هو بحال مريفول شويه شاده واحد السيده شوافه تتهلا فيه اجي تاكل اجي كدا وهادي. ولكن شنو السبب ديالك تخلي تهلا فيه؟ وانها حداها واحد الروضه كتصيفطو بالليل تقول له سير جيب لي كدا تيمشي يجيبها حتى لعندها كيمشي يجيب لها. حتى واحد النهار غادي يجبد واحد السيده جوتشات باش غيعرف كيجبد جوتشات ديال بنت زوينه مسكينه وما هو حكم على انها زوينه غادي تعجبو السيده راه بيفولي الاخرى كسكسات بها دارش بها داكشي بها داكسير ودار بلاصتها هو لا ما بغاش يمشي غدا شدها داها تكا على واحد الشجره في واحد الخلا وجالس هو وياها داير لها يدها بحال هكا بحال معنقه ومعنقه وتيهضر وتيهضر معاها. الناس كتلتفت السيده لابسه كفن وتيهضر معاه هو هو اللي يجي يقرب وحده شي هو السيدة راه ميتة
جاب دم من القبر العساس حتى هو قال لهم اه ياه هادي راه مجبوده من القبر وفين كنتي راك راه جبت الروضه كامله هو كسكس بيها عساس ما كاينش كيدخل تيبقى الشقوفه وجوانات وجابوا لنا هاد السيد هذا البيت حتى هويا لا خوتي الا دار عقله تنهضر معاكم ولا هو تيتوضى وتيصلي حيت الحبس الا كنتي حمق يدير لك عقلك ملي كنتي بعقلك غتحمق هذا هو الواقع هذا هو السجن اخوتي المهم وصلنا للنهايه ديال القصه راه ما كاين حتى شي شخص بطل تنهضر معاكم دائما البطل هو قروج وزيد 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 شي حاجه واحده اخرى راه ما كاين والو اخوتي كاين غير الحبس والغرق وتدمر حياتك وعائلتك ووالديك تحياتي لكم كنتمنى اي شخص وصل معنا حتى لهاد اللحظه هذه في الحلقه ما يبقاش عندنا واحد التعليق زوين جيم بارطاج موعدنا ان شاء الله في قصه عامه قريب.